الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب 13 من الكتاب 49، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره. ايه سوء القضاء؟ وربنا بيقضي بالسوء. سوء القضاء باعتبار تلقي العبد، لا باعتبار قدر الله، فقدر الله في كل شيء فيه حكمة ورحمة، ولكن العبد قد يتلقى هذا القضاء الذي في باطنه الرحمة ويعتبره سيء. هنا سوء القضاء هنا باعتبار الداعي لا باعتبار القاضي، واخد بالك؟ باعتبار استقبال القضاء من العبد، فقد يستقبله ويعتبره سيء. فهمت بقى؟ لكن لو اعتبرته من الله فعسى ان تكرهوا شيئا وخير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وشر لكم. فهمت بقى؟ ودرك الشقاء. يعني ايه درك الشقاء؟ يعني ادراك الشقاء، انك انت تدركه او يدركك. ادراكه يعني ان يلحق بك او تلحق به. والشقاء هو كل ما يكون ضد السعادة. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 52 بعد 7000. يعني احنا من ساعة ما قرينا صحيح مسلم لحد دلوقتي صلينا على النبي ايه؟ على الأقل 7252 مرة. ده على الأقل. لأن أحيانا بنصلي على النبي في الحديث الواحد عدة مرات كمان. عشان كده تعرف إن قارئي الحديث هم أكثر الناس صلاة على النبي. تعرف دي كويس. قال لك المحدثين هم إيه؟ أكثر الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير الإمام مسلم في صحيح الحديث 52 بعد 7000، قال حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتعوذ من سوء القضاء ومن درك الشقاء. وسوء القضاء أن يقضى على الإنسان أن يموت على غير الإسلام. طبعا ده حاجة صعبة جدا على المسلم، لأن المسلم يكره أن يعود للكفر كما يكره أن يلقى في النار. وعلشان كده كل هم المسلم إيه؟ أن يختم له بخاتمة الإيه؟ الإسلام. شوف أنت سيدنا يوسف يقول ربي قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفاني مسلما. شوف توفاني، المهم بقى النهاية، توفاني مسلما وألحقني بالصالحين. كان يتعوذ من سوء القضاء ومن درك الشقاء ومن شماتة الأعداء، لأن الأعداء يتربصون بك، كلما أصابك سوء شمتوا فيك وفرحوا، فكان النبي يستعيذ من ذلك. ومن جهد البلاء. ومن جهد البلاء يعني إيه؟ يعني ما يصيب الإنسان من جهد بسبب الابتلاء، أدي جهد البلاء. يبقى جهد البلاء ما يصيب الإنسان من جهد وهم وغم وكرب بسبب الابتلاء. ومن جهد البلاء. قال عمرو في حديثه قال سفيان أشك أني زدت واحدة منها. ده سفيان بن عيينة خايف ليكون إيه زود واحدة من عنده في هذه بهذا الطريق، يعني من باب إيه الدقة في البلاء. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح واللفظ له قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن الحارث بن يعقوب أن يعقوب بن عبد الله حدثه أنه سمع بسر بن سعيد
يقول: سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول: سمعت خولة بنت حكيم السلمية رضي الله عنها تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. يعني ما تخش مكان موحش وخايف لحسن يكون في حاجة تقولك الدعوة دي، يقوم ربنا يحميك من ايه؟ من وحشة هذا المكان. يبقى تقول اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فيحميك الله من الدواب ومن الانس ومن الجن، يحميك من كله، فهمت؟ لا يضرك شيء، لان الانسان احيانا يدخل بعض الاماكن يشعر بالوحشة بالاستحاش، تقوم تقول ايه؟ اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. انا لما دخلت كنيسة القيامة جالي هذا الشعور في الزيارة الماضية، حسيت كده ان انا دخلني كده يعني هم كده في قلبي في القدس هناك، فقلت الدعوات دي وقعدت اقول الوظيفة الزروقية كلها اللي احنا بنقولها في الفيديو، قعدت اقولها كلها وبصوت عالي كمان علشان اسمعهم، لان حسيت ان المكان مليان شياطين، فلما تخش في مكان موحش تقوم تقول كده: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لأن مكان بقى بيكفر فيه بقاله إيه قرون يا عم، فطبعا الشياطين قاعدة هناك مع الشيشة. فهمت إزاي؟ فأول ما دخلت جسمي اتلبش، حصل لي حال كده غريب. فما زالش مني لما قلت الوظيفة الزاروخية اللي بنقولها الصبح. وأيت الكرسي وديناهم بقى، اشتغلنا تمام. لحد ما خرجناهم، لحد ما خلصنا إحنا الزيارة، بعدين خرجنا، دخلوا تاني. خرجنا الشياطين يعني. وعن أبي قال: وحدثنا هارون بن معروف وأبو الطاهر كلاهما عن ابن وهب، واللفظ لهارون، قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: وأخبرنا عمرو وهو ابن الحارث أن يزيد بن أبي حبيب والحارث بن يعقوب حدثاه عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن بصر بن سعيد عن سعد بن أبي وقاص عن خولة بنت حكيم رضي الله عنهما السلمية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا نزل أحدكم منزلا فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. يعني كأن في صفة مقدرة محذوفة تعرفها من السياق، يعني إذا نزل أحدكم منزلا أو حشه، يبقى في صفة هنا مقدرة تفهمها من السياق. فهمت بقى إزاي؟ إذا نزل أحدكم منزلا فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل منه. قال يعقوب: وقال القعقاع بن حكيم عن ذكوان أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. يعني ما لقيت، يعني مش هقول لك يا رسول الله أنا تعبت قد إيه، يعني ما لقيت يعني ايه بالتعظيم، يعني من شدة ما عانى، يعني ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: اما لو قلت حين امسيت اعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. ما قالش فيها ثلاثة اهو، مش كده احنا بنقولها مرة في الصبح ايه على سبيل الاستعجال يعني، واحيانا نقولها ثلاثة، يعني حتى لو قلتها مرة يكفي التسليس يعني من باب التأكيد، لكنه الوارد تقولها ولو مرة. فهمت بقى؟ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. وعن أبي قال: وحدثني عيسى بن حماد المصري قال: أخبرني ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر عن يعقوب أنه ذكر له أن أبا صالح مولى غطفان أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رجل: يا رسول الله، لدغتني عقرب بمثل حديث ابن وهب. وبرضه لما تروح في حتة كطبيب، يعني نصيحة الأطباء، ساعات الأطباء يزوروا مثلا مستشفيات الحميات فيها أمراض معدية كتير، فممكن الطبيب نفسه يتعدي لأنه بيحتك بالمرضى مباشرة، فأول ما يدخل المستشفى يقول الدعوة دي، واخد بالك؟ وأنت نفسك لو رايح تزور مريض وعنده مرض معدي وخايف تتعدي تقول الدعوة دي، يوم ربنا لا يضر. فهمت إزاي؟ يمنع الضرر على طول، تبقى كأنها وقاية يعني. فهمت؟
افرض سافرت بلد ونسيت تطعم، تاخد التطعيم بتاع البلد دي، خد التطعيم النبوي. اول ما تنزل المطار تقول اعوذ بكلمات الله التامه من شر ما خلق. خلاص انا لما سافرت السودان السفره اللي فاتت دي ما كنتش متطعم، ما اتطعمش، قالوا لازم تطعم ضد ايه الحمى الصفراء وضد مش عارف ايه وتاخد ادويه الملاريا. انا ما لحقتش اتطعم لان لما بطعم بيعمل لي صداع، بقعد لي عندي اسبوع عندي صداع وايديا وجعاني وجسمي كله وجعاني وانا رايح اقرا لهم كتاب، وقلت اروح لهم عيان يقعدوا يمرضوا فيا ولا، فما قدرتش اخد التطعيم واكتفيت بالتطعيم النبوي. فهمت ازاي؟ روح نازل المطار تقول كده على طول. انا رحت برضه اوغندا وقالوا لي لازم تطعم وانا ما بحبش المهم يقولوا لي لازم تطعم قبل ميعاد الطياره بيوم. طب مش تقولوا لي قبلها بشهر؟ فما اعرفش الطعم انا قبلها بيوم لان اروح انا بلد غريبه وبعدين بروح عيان فما اعرفش الطعم. فاروح واخد ايه؟ التطعيم النبوي على طول. واخد اقول لهم انا اطعمت. انت يسالك انت اطعمت؟ اقول له اه اطعمت ومش كذاب، لا بس انا اطعمت التطعيم النبوي من باب ايه؟ المدا يعني من باب يسموها ايه؟ من باب التعريض. يعني سالوني في المطار انت بتطعم؟ قلت لهم اه الحمد لله. فاني ماشي. ولا قال لي بقى وريني الشهاده ولا بتاع خلاص. قال ده راجل بقى بدأنا كده مش معقول هيكذب يعني. لكن انا ما كنتش بكذب، انا بقول ايه؟ التطعيم النبوي. فهمت؟ هو لو سالني انت اطعمت ازاي؟ اقول له انا متطعم. طعمت ازاي؟ اقول له اعوذ بكلمات الله التامه دي من شر ما خلق. لا يضرك ويروح روي له الحديث. فهمت ازاي؟ يقوم يستفيد. يعني انا قصدي انك انت الـ 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 الكلمات النبويه دي كلمات جواهر كنوز. فهمت ازاي؟ المقصد كده ان دي كنوز نبويه لو انفقت ما في الارض جميعا عشان تجي لك ما كانتش هتجي لك، النبي ادها لنا وما دفعنالوش حاجه صلى الله عليه وسلم. فهمت؟ باب ما يقول عند النوم واخذ المضجع. يبقى لما يجي ينام وياخد مضجعه اسمه ذكر النوم. ما هو الاحسن الواحد ينام على ذكر الله ويستيقظ على ذكر الله المسلم كده. وعن ابي قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم واللفظ لعثمان. قال اسحاق اخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن سعد بن عبيده قال حدثني البراء بن عازب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اذا اخذت مضجعك فتوضا وضوءك للصلاه. فائده الوضوء على النوم على وضوء انه الشيطان لا يتلاعب بك. يعني من ضمن علاج الكوابيس اللي بيجي له كوابيس انه ينام على وضوء. دي اول خطوه. ثم اضجع على شقك الايمن. والنوم على الشق الايمن بيخلي الانسان يسهل انه يستيقظ. كويس؟ ليه؟ لان يقال انه ايه في الحاله دي لما بينام على شقه الايمن بيبقى القلب معلق كده. مش مضغوط عليه. ايه الاحشاء لما بتنام على شقك الايسر كل الاحشاء والكبد والمعده والرئتين كلها ضغط على القلب. والقلب محل ايه؟ الادراك انك تستيقظ. فهمت ازاي؟ تقوم ايه؟ ينام نوم اطول. لكن لما تنام على الشق الايمن يسهل عليك انك تقوم علشان ايه؟ تصلي الفجر. ثم اضجع على شقك الايمن ثم قل اللهم اني اسلمت وجهي اليك وفوضت امري اليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت واجعلهن من آخر كلامك فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة. قال فرددتهن لأستذكرهن فقلت آمنت برسولك الذي أرسلت بدل نبيك. فلما بيسمع قدام النبي بقى الدعاء تاني فجاء في الحتة دي هو قال له إيه؟ وبنبيك الذي أرسلت. فقال له برسولك الذي أرسلت. لما رددها قال برسولك الذي أرسلت. قال قل آمنت بنبيك الذي أرسلت. ليه؟ لأن لما يقول بنبيك الذي أرسلت فيها زيادة إيه معنى وهو ذكر النبوة. لما اقول برسولك الذي ارسلت ما فيهاش ذكر النبوه، فيها ذكر الرساله والتكرار، والتكرار في لغه العرب ضد البلاغه، خصوصا انها كمان اخفت معنى النبوه. فهم؟
فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقر عليها لاختلال المعنى، لاختلال المعنى. وذهب العلماء هنا الى عدم جواز الحديث بالايه، عدم جواز رواية الحديث بالايه، بالمعنى، لان النبي هنا رد لللفظ الاول. علماء تانيين قالوا لا، النبي يجيز روايته بالمعنى، لكن هنا روى الحديث غير موافق للمعنى. ليه؟ لانه حصل خلل في المعنى لما قال رسولك الذي ارسلت، بقى تكرار لللفظة وهذا ضد البلاغة، ولم يذكر فيه لفظ النبوة، وبالتالي اخل بالمعنى. واضح؟ تفضل يا سيدي. هل في ذلك من يجيز ان يبدل لفظه يعني بقريب منه ولا يقتصر على الوارد؟ ما هو في، ما انا لسه قايل اهو، ان في بعض العلماء قالوا ايه، يجوز الروايه بالمعنى ما لم تقصر في المعنى. وفي بعض العلماء قال لك لا، الاقتصار على اللفظ النبوي احسن. فهو مذهبان. والانسان اللي هو عايز يقتصر على اللفظ النبوي ممكن يكتب حتى الحديث في ورقة ولما يجي يروي يقرأ الحديث حتى هو على المنبر، ما يضرش. فهمت ازاي؟ ليه؟ علشان يقتصر على اللفظ النبوي، لا بأس. فهمت ازاي؟ لا بأس. لان احنا شفنا بعض الخطباء كده، يبقى محضر الحديث اللي هيقولها في الخطبة على في ورق، بيتكلم كده عادي مشافهة، اول ما يجي الحديث يروح فتح الورق عشان ايه، يلتزم باللفظ النبوي، لا بأس يعني. ولكن ايه، الامر واسع، لو قلت المعنى ولم يختل المعنى لا بأس ايضا. وعن ابي قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله يعني ابن ادريس قال سمعت حسينا عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، غير أن منصورا أتم حديثا، وزاد في حديث حسين وإن أصبح أصاب خيرا. وعن أبي قال يبقى إن مات على الفطرة، وإن أصبح أصاب خيرا. يبقى إيه دي الرواية الثانية؟ يبقى الرواية الأولانية قال إن مات على الفطرة، وإن أصبح إيه أصاب خيرا. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال وحدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن وأبو داود قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت سعد بن عبيدة يحدث عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر رجلا إذا أخذ مضجعه من الليل أن يقول اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت. أي رواية هو بالمعنى، ما قالش بنبيك الذي أرسلت، يبقى الرواية الثانية دي بالمعنى، وبرسولك الذي أرسلت. فإن مات على الفطرة، ولم يذكر ابن بشار في حديثه من الليل. وعشان كده الرواية دي بالمعنى جابها الإمام مسلم في إيه، في المتابعات، ولم يجعلها في الشاهد. فهم؟ جابها في المتابعات. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل يا فلان إذا أويت إلى فراشك بمثل حديث عمرو بن مرة، غير أنه قال وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا. وعن أبي قال حدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعب عن أبي إسحاق أنه سمع البراء بن عازب رضي الله عنه يقول أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا بمثله، ولم يذكر وإن أصبحت أصبت خيرا. وعن أبي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن أبي بكر بن أبي موسى عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أخذ مضجعه قال اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت. دي من أكثر أدعية إيه النوم، باسمك أحيا وباسمك أموت، اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت. سهل. طب مش حافظ ولا دعاء، قول بسم الله الرحمن الرحيم ونام بس، وما تقوم قول الحمد لله، سهلة يعني.
يعني ديننا الحمد لله سهل جدا، لا عايز تبقى حافظ ولا ناسي ولا حاجه. فهمت؟ قل اللهم باسمك احيا وباسمك اموت، واذا استيقظ قال الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور، لان النوم اخو الموت. مش كده برضه؟ وعن ابي قال حدثنا عقبه بن مكرم العمي وابو بكر بن نافع قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبه عن خالد قال سمعت عبد الله بن الحارث يحدث عن عبد الله بن عمر انه امر رجلا اذا اخذ مضجعه قال اللهم خلقت نفسي وانت توفاها لك مماتها ومحياها ان احييتها فاحفظها وان امتها فاغفر لها اللهم اني اسالك العافيه. فقال له رجل اسمعت هذا من عمر؟ فقال من خير من عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش من عمر بس، ده من خير من عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن نافع في روايته عن عبد الله بن الحارث ولم يذكر سمعته. يبقى الدعوة الثانية دي يقول لي اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية. وعن أبي قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل قال كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقي الأيمن ثم يقول اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين، واغننا من الفقر. وهذا الدعاء موجود في إيه؟ في حزب الفتح الصديقي اللي احنا بنقرأه. وانت كده كده حافظه فتحطه في ايه من ضمن ادعيه النوم. وكان يروي ذلك عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. وعن ابي قال وحدثني عبد الحميد ابن بيان الواسطي قال حدثنا خالد يعني الطحان عن سهيل عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا أن نقول بمثل حديث جرير وقال من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. وعن أبي قال وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن أبي عبيدة قال حدثنا أبي كلاهما عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتت فاطمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسأله خادمة فقال لها قولي اللهم رب السماوات السبع بمثل حديث سهيل عن أبي اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، وتكمل بقية الحديث بقى لفه. فهم؟ وعن أبي قال وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه، لأن كان عندهم ظلمة ويجي ينام بالليل وفي بيئة كانت فيها حشرات ودواب والدنيا ظلمة ممكن ينام يتلاقي تعبان نايم في السرير، يلاقي عقربة نايمة في السرير، فيعمل ايه في الحالات اللي زي دي؟ ياخد داخلة ثوبه وينفض كده لان الدنيا ضلمة مش شايف، واخد بالك كده، وبعدين بعد كده يروح نايم. لان دي بتحصل في الناس اللي في الجيش في المعسكرات، بيبقوا ساعات معسكرات في الصحراء وممكن يتعرضوا لمثل هذا، فيحتاج لايه؟ لمثل هذه الاحاديث يراعي فيها الحاجات دي. فلينفض بها فراشه وليسمي الله فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه، فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن وليقل سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها
وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وعن أبي قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة عن عبيد الله ابن عمر بهذا الإسناد وقال ثم ليقل باسمك ربي وضعت جنبي فإن أحييت نفسي فارحمها. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. ونقف على باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يسر أمورنا استر عيوبنا بلغنا مما يرضيك آمالنا وفقنا نحن وسائر المسلمين لما تحب وترضى يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك وامداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.